اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. طبعا الحديث عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حديث طويل جدا، لا يمكن نختصره في مقدار نصف ساعة، ولكن لا يسقط الميسور بالمعسور. وطالما الحديث عن العلاقة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، نذكر الأشياء المهمة جدا مترتبة على هذه العلاقة والمرتبطة بها أيضا، وأهمها الارتباط الروحي بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود بيننا، ويحج في كل عام وفي زماننا أيضا. والمسألة أننا فقط نحن لا نراه، لكنه يرانا. ذاك الذي يقول متى ترانا ونراك، هذه العبارة مو دقيقة، يقول متى نراك سيدي ومولا، لأنه يرانا بأبي وأمي، يرانا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو مطلع على كل أحوالنا، وتصله أحوالنا في الأسبوع مرتين، تعرض عليه أعمال بأكملها، عمل كل واحد منا يصل إلى الإمام في الأسبوع مرتين، كل اثنين وخميس. يعني تصور أنك أنت أعمالك تعرض على الإمام كل اثنين وخميس، وهو بيننا ويرانا ويحج في كل عام. فإذا ذهب الإمام، طبعا ذكرت يسمونه الإمام، وش قال للسفير الرابع علي السمري؟ قال لي خلاص من ادعى المشاهدة أنه خلاص بدأت الآن، بدأت الغيبة التامة، فمن ادعى المشاهدة قبل ظهور السفياني والصيحة فكذبوه. أي واحد يدعي أنه رأى الإمام قبل ظهور السفياني والصيحة فهذا كذاب أشر، يعني لا يعتمد على ما يقوله، ولا كل ما يقول أنه كذاب، فيما إذا كان يدعي السفارة بعد هؤلاء السفراء وبعد الغيبة، غيبة في أثناء الغيبة الكبرى، فهو كذاب مفتر على الإمام. فإذا الإمام بيننا ويرانا ومطلع على أحوالنا، وفي كل، حتى أنه إذا ظهر كما ورد في إذا ظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه يقول هو أنا الشخص الإمام عجل الله تعالى فرجه، أنا شفته في المكان الفلاني أو شفته في هالمكان، لكن ما أعرف أن هذا الإمام، ما أعرفه أنه الإمام. لو زين أعرفه أنه الإمام، مع الرغم أنه يقول أنا شفته، وساعات يقول أنا سولفت إياه، وفي الحج كثير من المؤمنين شافوه طبعا واطلعوا عليه أيضا، وقصة إبراهيم بن مهزيار معروفة، اللي اطلعوا عليها تشوفوها على أساس ما يسع عن مقام نذكرها. إبراهيم بن مهزيار يقول أنا حجدت 20 عام علشان أبغى بس أتعرف على الإمام، وأطلب في يوميا في الأدعية وغيره حتى ألقى الإمام وأتعرف عليه. 20 عام تصور ما التقى بالإمام في معرفة هكذا، بمجرد أنه رآه وعرفه أنه الإمام، إلا بعد 20 سنة في الحجة 20، وقصة معروفة يعني إبراهيم بن مهزيار. فإذا الإمام موجود وبيننا، لا كمن يدعي أن الإمام غائب غيبة وعلينا نحن نصل إليه، أن نصل إليه ونتبعه، وإذا وصلنا إلى المقام الذي يسعنا لأن نصل إليه بعد ذلك يكون هذا الظهور الذي المقصود يعني. وهذا طبعا الكلام ما يقر به العلماء وينفونه العلماء، قاله بعض يعني أحدهم، لكن العلماء ينفون جملة وتفصيلا هذا القول، لك مو صحيح يعني. فإذا إحنا اللي نريده في مثل هذه يعني الأيام أن نكون علاقة مع الإمام، وأنا خاصة أدعو الشباب بصفة خاصة، الكبار واللي هذا الحمد لله يعني ربما يكونون يعني هم عندهم بعض الأمور، وعندهم بعض الروايات، وعندهم بعض الأمور المطلعين عليها، لكن الشباب لقد تخفى عليهم بعض الأمور، ندعوهم لأن يطلعوا ويتعرفوا على الإمام من قرب. أنا شلون أكون علاقة مع شخص ما أعرفه؟ ما يصير، لابد أن أعرفه تماما وأعرف كل ما يتعلق به. إذا أريد أن أكون علاقة مع شخص أعرفه وأعرف ما يتعلق به. ولذلك في المعرفة بالإمام
وعلينا أن نعرف الإمام حق المعرفة، مثل ما أن علينا أن نعرف الأئمة الأطهار حق المعرفة، علينا أن نعرف الله حق المعرفة قبل الأئمة، قبل النبي والأئمة صلى الله عليه وآله والأئمة، أيضا علينا أن نعرف الإمام الحج حق المعرفة. إمام مفترض الطاعة، لازم نعرف أنه إمام مفترض الطاعة، لا يمكن لأي أحد أن يعصيه، أن يلتوي عليه. وذلك إحنا في الدعاء ما نقول: واجعلنا من المطيعين له، يعني الطائعين الطيعين له في كل أقواله وأفعاله صغيرها وكبيرها. إذا إحنا بنطيع الإمام في كل أقواله وأفعاله صغيرها وكبيرها، هل هذا بالفعل إحنا نقوم به؟ هل هذا بالفعل نتبعه؟ فإذا كنا نتبعه فنقول إحنا نقول على الأقل إحنا كوننا معرفة لا بأس بها مع الإمام. وإذا كنا مجرد أن كلام لكن إحنا ما نتبع ما يقوله الإمام، إذا كنا بالفعل نريد نكون علاقة مع الإمام لابد أن نكون علاقة مع الله سبحانه وتعالى، تكون علاقتنا مع الله قوية، يعني نتبع أوامر الله ونتجنب نواهيه. هذه أول خطوة نسويها عشان نكون علاقة مع الإمام، لابد أن تكون علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى قوية. نكون علاقة مع الإمام أيضا، كيف نكون علاقة مع الإمام؟ لابد إذا أريد نكون علاقة مع شخص معين أسوي الأشياء التي يحبها هو. أنا بسوي علاقة مع شخص أسوي الأشياء اللي يميل إليها اللي يحبها، مو التي ينفر منها ويبتعد عنها ولا يحبها. الإمام يحب منا، ولذلك الإمام كرواية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من أسره أن يكون من أنصار الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فلينتظر. شوف العبارة شنو، فلينتظر. يعني تستغرب هذا كيف ينتظر؟ ينتظر زين، ويتبع شنو؟ يتبع ويكون على الورع، يعني الورع، الورع عن محارم الله، يكون على الورع ومحاسن الأخلاق. شوف هالنقطتين مهمتين اللي ذكرها الإمام، الورع ومحاسن الأخلاق، هذا شيء مهم جدا في المؤمن إذا أراد أن يكون علاقة قوية ويصبح من المنتظرين فعلا، أن يكون عنده ورع عن محارم الله وأن يكون ذا خلق حسن، يعني في كل شيء ذا خلق حسن. فحتى يكون مثلا حتى اللي يقومون الآن الجمعية هذا شيء يشكرون عليه صراحة، في هذه الأشياء من الأشياء التي يحبها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن أنا أقوم بأشياء أخدم فيها الإمام في يوم النصف من شعبان، أقوم بالأشياء التي نسعى إليها لنصرة الإمام الحسين سلام الله عليه وإنشاء مؤسسة الإمام الحسين سلام الله عليه في كل صغيرة وكبيرة، ومساعدة المحتاجين والقيام بالأعمال والمساندة في كل صغيرة وكبيرة. هذا الإمام ينشده ويطلبه الإمام، هذا يرضي الإمام ويفرح قلبه. ما دام تعرض أعمالنا عليه في كل أسبوع مرتين ويسمع هاي الأخبار، هذا شيء يفرح قلبه، يفرح قلب الإمام ويدخل السرور إلى قلبه. من الأشياء اللي تدخل السرور إحنا إذا نحبه بنحب الإمام بالفعل ونريد نكون معه علاقة، لابد أن نفعل الأشياء التي تدخل السرور على قلبه، ونشل نعمل الأشياء التي تحزنه. فإذا قمنا بالمنكرات أو الأعمال غير الصالحة والأعمال المحرمة سوف يحزن الإمام، فإذا حزن الإمام معنى إحنا علاقتنا مبتعدة عن الإمام، ما كوننا العلاقة المطلوبة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لابد أن نعرف ونتيقن تماما أن الإمام مطلع، هذا مثل ما أخبرناكم مطلع على أحوالنا ومطلع على كل أمورنا. ولذلك إذا كنا أن نريد الشباب دائما أن أقول خلون لهم هدف معين، الهدف مو فقط الدراسة جيدة وممتازة أن الإنسان يسعى للدراسة ويركز عليها في صغيرها، ولكن يجعل له هدف أيضا أسمى، والهدف هو العلاقة مع الإمام، وأنه مستعد لأن إذا ظهر الإمام ينصره ويتبع أوامره صغيرها وكبيرها ولا يخالف له أمر أبدا، لأنه إن صار في باله هذا الأمر خلاص صار من الذين سيفوزون، وسيفوزون ويفوزون بنصرة الإمام ويفوزون حتى لو مات. نقول حتى لو مات، الله سبحانه وتعالى إذا كان مخلصا وتقيا وارعا على قدر المسؤولية يخرجه الله سبحانه وتعالى من قبره شاهرا سيفا إلى هذه الدرجة. ولذلك كثير من الأموات سوف يخرجهم الله في دولة الإمام وينصرون الإمام،
معناه أن نصرة الإمام مو مختصرة على الأحياء، حتى الذين ماتوا أيضا يحييهم الله وينصرون الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا نصرة الإمام لابد أن يكون في بالنا، إذا نريد أن نحن نكون من أنصار الإمام نكون علاقة جيدة مع الإمام. أنا أريد أكون علاقة مع الإمام، لابد أن أقوم بأمور عدة حتى تكون هذه العلاقة قوية. أنا إذا أحب شخص أسوي له الأشياء التي تفرحه وتدخل السرور إلى قلبه، علي أن أزوره في كل يوم، هو غائب لكنه ظاهر بيننا ويرانا ومطلع على أحوالنا. هو ذا قال الإمام وقعت الغيبة التامة، خلاص معنى لما يقول الإمام وقعت الغيبة التامة سوف يكون ظهور بعد هذه الغيبة التامة، وقال سلام الله عليه ولا يكون الظهور إلا بإذن الله، إذا أذن الله سبحانه وتعالى بالظهور سوف أظهر وأظهر لكم، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون هذا الظهور. علينا أن نكون هذه العلاقة التامة، نزور الإمام في كل يوم، أنا أحب الإمام أزوره في كل يوم، خلي لي يوميا زيارة خاصة إليه، حتى لو بعد الصلاة مباشرة، لو زيارة قليلة بعد الصباح، في زيارة بعد صلاة الصبح قصيرة للإمام أزوره في هذه الزيارة القصيرة، أزوره في كل يوم، أدعو دعاء الفرج يوميا للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، مرة مرتين ثلاث، على أكون على صلة متصلة مع الإمام. أيضا لأني أحب الإمام أدفع عنه صدقة تسمى صدقة سلامة الإمام، وهي من أفضل الأعمال كما ورد، أيضا من صدقة سلامة الإمام. الإمام مو محتاج إلينا وإلا صدقتنا، أهل البيت كلهم مو محتاجين لصدقتنا ولا محتاجين نقرأ عليهم قرآن ونقرأ عليهم دعاء، لكن هذا إلينا، يرجع المردود مردود إلى من يرجع إلينا، إحنا المستفيدين. ولذلك الإمام عندما إحنا تصورون أنت بسلم عليه وتقول له السلام عليك سيدي ومولاي، ما بيرد التحية عليك، يرد التحية، واجب التحية، رد السلام واجب. فهذا أول شيء خصلة بتحصلها، أنه بتحصل رد السلام من الإمام وهو واجب، وبتحصله أنت، هاي تكوين العلاقة مع الإمام عجل الله تعالى فرج الشريف. هذا اللي احنا نقوله، ادفع صدقة عن الإمام، زوره في كل يوم، زيارة آل ياسين، زيارة سواء السلام عليه، زيارة آل ياسين هي موجودة، دعاء العهد اللي موجود احنا اللي نقرأه الإمام، دعاء الندب اللي يقرأونه في كل جمعة صباح كل جمعة، هذه أشياء ممتازة جدا تبين على أن الإمام معنا. بأبي من مغيب، شوف لم يخلو منا، لاحظ العبارة، بأبي من مغيب لم يخلو منا، يعني موجود معنا. وذاك ورد في الرواية أنه يزورهم، يزور المؤمنين ولكنهم لا يرونه، ويذهب إلى أسواقهم ويطلع على أحوالهم لكنهم لا يعرفونه، يرونه لكن لا يعرفونه، حتى في الحج يرونه لكن ما يعرفون أن هذا الإمام. لكن إذا ظهر أنا صار لي موقف مع هذا الشخص ونفعني في القضية الفلانية لكن ما أدري أن هذا الإمام، شوف شلون هذا بعدين يعرفها، إذا ظهر الإمام يعرف أن هذا الإمام الذي ظهر، مو الذي قال أنه علينا أن نتبعه في العالم الآخر حتى نصل، هذا مو صحيح. ذاك الإمام واضح، لذاك اللي أنا أريد أبين إليكم، الغرب مهتمين بهالقضية، ترى مو غافلين، مهتمين بها في محاضرات وندوات، صوروا على مستوى محاضرات وندوات الغرب يقيمونها، بدأت من أيام هذا قبل بوش، من قبل بوش الأب، بعدين جاء الأب وجاب بعده الثاني اللي قال أنا مرسل من قبل الله وحي إلى أن أذهب إلى العراق وأسوي كذا كذا، كان نبي يعني مو الله وحي أوحى إليه، كل الهدف أنهم يريدون أساس يطلعون على الإمام الحجة ويستخرجونه ويقتلونه، هذا هو الواقع. وذلك في إذا تبغون ترجعون أنا بعد أطلعكم على شيء واحد بس فقط أساس تكونون في الصورة، ارجعوا إلى النت، الغرب يحذر من ظهور الإمام المهدي المنتظر، الغرب ها يحذر من ظهور الإمام المهدي المنتظر، مو بس الغرب مع الأسف، حتى بعض العرب بعد حذروا من المهدي المنتظر، مو فقط الغرب. خلينا نشوف هنا ماذا يقول هذا في إحدى ندواتهم مع المسؤولين، والإضافة إلى هو مسؤول وهو بروفيسور يسمونه يعني، ويكلم الناس على مستوى ندوة ويتكلم إليهم، شنو يقول هذا؟ اسمعوا ماذا يقول، انتبهوا زين للكلام، اسمعوا ماذا يقول، يتكلم عن الإمام المهدي الحين، يقول ينحدر من سلالة محمد،
هذا الشخص اللي أذكره ينحدر من سلالة محمد. اللهم صل على محمد. هذا اللي يحس في نفسه أنهم يعرفونه ربما أكثر من نحن ما نطلع عليه ولا نعرف عنه إلا شيء بسيط، ودليل أنهم يتابعون الأخبار أول بأول ويطلعون على كتبنا ورواياتنا أول بأول. شوف يقول شنو، ينحدر من سلالة محمد صلى الله عليه وآله، سيكون قائدا لا مثيل له ولا يجاريه أحد. شوف الاعتراف ومعرفتهم بأنه سيكون قائدا لا مثيل له ولا يجاريه أحد. طبعا هذه مترجمينها، وأنا كتبت الترجمة وجبتها لكم مباشرة، مباشرة الترجمة ما فيها يعني تغيير، نفس الترجمة اللي كاتبينها أنا ذكرتها لكم الحين. قائدا لا مثيل له ولا يجاريه أحد، يخرج من عمق الاضطرابات، يخرج من عمق الاضطرابات، يعني بصير اضطرابات وفتن وظهور السفياني واليماني وكذا، وما تشوفون لخرج الإمام بينها، يعني شلون يخرج من عمق الاضطرابات، سوف يحكم العالم. شوف يعرفون، سوف يحكم العالم، سوف يؤسس نظاما جديدا للعالم. فعلا يأتي بدين جديد كما ورد في الروايات، عندنا احنا عارفه كله موجود في رواياتنا اللي ذكره الآن، هذا الأوروبي العالم البرسول الأوروبي أيضا هذا موجود عندنا في رواياتنا. يقول سوف يدمر كل من يقاومه، بيدمر كل من يقاومه، هاي كل اعترافات منهم، يعرفون أنه ذاك يبغون يقطعون عليه الطريق قبل أن يصل، وهيهات ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد ذلك. سوف يغزو العديد من الدول، سوف يعقد معاهدة سلام مع اليهود لمدة 7 سنوات، هذا موجود عندنا في الروايات أيضا أن الإمام إذا ظهر يسوي معاهدة مع الغرب يعني واليهود لمدة 7 سنوات، إحنا عندنا مع الغرب واليهود مدة 7 سنوات، لكنهم ما مع الأسف مثل ما كانوا يسوون مع النبي صلى الله عليه وآله يخذلونه ولا يلتزمون بالمعاهدة، ولكنهم لا يلتزمون بها في أقل من 2 سنوات خلاص يقطعونها، ويجهزون جيش للإمام قوامه ما يقارب 1,000,000 شخص، قريب 1,000,000 شخص كما قال أمير المؤمنين، ما يقارب من 1,000,000 شخص، يجهزون 80 راية، يعني من 80 دولة يجهزون إلى الإمام. صوروا شلون 80 دولة تجهز ضد الإمام، ما يقارب كامل العدد الجيش اللي يجهزونه 1,000,000، والإمام يتوجه إليهم مع أنصاره المحددين المعروفين. ما يسع المقام اللي فصلنا إليكم، لكن ما يسع المقام، مقام مختصر بنقاط العلاقة مع الإمام. بعدين يقول سوف يغزو العديد من الدول، سوف يعقد معاهدة سلام مع اليهود لمدة 7 سنوات، سوف يقهر إسرائيل ويذبح اليهود. احنا عندنا روايات شدي أيضا بعد، حتى لا يبقى ولا يهودي على أرض فلسطين، عندنا روايات يعني كل اللي ذكره موجود في الروايات عندنا. زين، سوف يؤسس قيادة إسلامية عالمية في القدس، هذه بعد يقوله من ضمن الأشياء اللي موجودة، سوف يؤسس قيادة إسلامية عالمية في القدس، سوف يحكم لمدة 7 سنوات، يؤسس الإسلام ويعتبره الدين الوحيد، هذا اللي احنا ليظهره على الدين كله. عندنا انه الآن الإسلام ما ظهر على الأديان كلها، لكن إذا ظهر الإمام الحجة سوف يظهر الإسلام على الأديان كلها ليظهره على الدين كله. هذه الآية متمثلة والمقصود في تفسيرها وتأويلها هو بعد ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هو يقول الآن نفس الشيء، طبعا احنا عندنا روايات أنه يحكم 7 سنوات، عندنا روايات يحكم 7 سنوات، لكن ليس كسنيكم هذه السنة ب10 سنين، يعني تضرب 7 في 10 صير 70 سنة، يعني يحكم الإمام 70 سنة، لأن الفلك الموجود يصير حركة معينة في السماء فتوقف حركة الفلك تخففها فتسويها نسبتها من 1 إلى 10، يعني السنة 10 سنوات تحول، فيتحول 7 سنين يعني كأنها 70 سنة، وهذا موجود عندنا روايات أنه 7 سنين، لكن ليس كسنيكم هذا، وإنما هذا 7 ب10 سنوات فتصبح كأنها 70 سنة. في عندنا روايات أنه يحكم 19 سنة، في 20 سنة، في 40 سنة، في 30 سنة، لكن هاي الرواية المشهورة هذه 7 سنوات ليس كسنيكم هذا.
يؤسس الإسلام الدين الوحيد، سوف يأتي ممتطيا صهوة جواد أبيض بقوة خارقة للطبيعة. شوف شلون الكلام اللي يقولونه. احنا بعضكم يقول أنا مو مطلع على هذا الأمر، موجود أن الإمام يأخذ هذا الراية اللي هو الحصان الأبيض اللي هو كان مع الإمام الحسين سلام الله عليه، حصان رسول الله، فرس رسول الله صلى الله عليه وآله، وغاص بعد ذلك في النهر، نهر الفرات، لكن مو معلوم وين راح يعني. بعضهم يقول أنه يطيل الله في عمره حتى ظهور الإمام الحجة، والذي يمتطيه هو الإمام الحجة عند فرسه وعند لامة رسول الله وعند سيف ذو الفقار وعند أشياء كثيرة موجودة، وعصا موسى، وعند أمور كثيرة من خاتم سليمان، لأن لا عند الأنبياء يصير يورثها من يورثها الإمام الحجة، لأنه خاتم الأوصياء، وصير كل ما يتعلق بالأنبياء والأوصياء صير عند الإمام الحجة منتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، بعدين يقول سوف يحبه كل من في الأرض. طبعا كل من في الأرض من المعتدلين، من الشعوب، مو من الظلمة والذين يتحينون الفرص لأنهم يريدون الدنيا أو محبين لشهوات الدنيا، لا، المقصود بها شعوب بشكل عام، شعوب بشكل عام. سوف يحبه كل من في الأرض. بعدين يقول هني عقب ما قال من في الأرض، يقول هني هاي الزبدة اللي تخصهم هم، هاي شوفوا النقطة اللي تخصهم، واش قال؟ إذن سوف يعود المسيح، هل يقولونه المسلمين؟ إذن سوف يعود المسيح. نعم، المسلمون يعتقدون أن المسيح سوف يأتي ثانية. يقول المسلمون يعتقدون أن المسيح سوف يأتي ثانية. زين، يعتقدون بعودة المسيح، لكن ليس المسيح الذي نعتقده نحن. يقول مو احنا اللي يعتقدون بهم، مو المسيح اللي نعتقد احنا، مسيح الإسلام ليس الرب، احنا نعتقد المسيح رب ثالوث، ليس الرب، وأنه خلص صلب، يعني هم يعتقدون بأنه ليس الرب وأنه لم يموت وإنما رفع إلى الله سبحانه وتعالى. شوف، لم يضحى به لأجل الخطيئة، يضحى به لأجل الخطيئة، يعني وش سووا؟ قتلوه، ذبحوه عساس لأجل الخطيئة، قتلوه، صلبوه، هذا اللي يقصد، يقصدون أن لم يضحى به لأجل الخطيئة، لكنه سوف يعود. شوف الكلام اللي يقوله، ولا سوف يعود وعنده مهمة واحدة حين يعود، وهي دعم ومساندة المهدي. هذا هم يقولون، هالغرب، هكلام الغرب، وهذا اللي عندنا في الروايات. ارجعوا إليها أنتون في النت، حتى لو في اليوتيوب، اكتب بس فقط الغرب يحذر من ظهور المهدي المنتظر، بيطلع عليك، واقراه واطلع عليه بالتفصيل، اللي كتب اللي يعرف بعد بالإنجليزي، وإنجليزيته قوية، بيعرف بعد يمكن في الترجمة فيها بعض الأخطاء، وبيطلع عليه وبيعرف الترجمة بأدق، بس هذا أنا كتبتها حرفيا كما هي موجودة. فيقول هنا ولسوف يعود وعنده مهمة واحدة حين يعود، وهي دعم ومساندة المهدي. يعني ابي عيسى مهمته مساندة المهدي. استمعوا إلى هذا، يقول انتبهوا لي، قاعد ينبههم الحين، استمعوا إلي وش أقول لكم الحين. سوف يعود كمسلم أصيل، يعني النبي عيسى بيعود كمسلم أصيل، ما بيعود أنه مسيحي ويدعو إلى المسيح ويدعو إليهم كمسيحيين والحواريين وغيرهم، يقول لا 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 لا، سوف يعود كمسلم أصيل، سوف يضع رحاله على منارة بالقرب من دمشق، يعني سيعود ويضع رحاله على منارة بالقرب من دمشق، وسوف يعود ممسكا بجناح ملكين ينزلانه إلى الأسفل. جناح ملكين ينزلونه شوي شوي، ينزلونه إلى الأسفل، حق ويش ينزلونه؟ وليش عند المنارة؟ احنا عندنا انه ينزل عند المنارة، موجود رواية، بس ليش على اي اساس ذكر هذا؟ يقول يعني انه مدعوم من قبل الله، ان ملائكة خاصة نزله بهذه الطريقة بهالكيفية، مدعوم من قبل الله، وش يسوي اذا نزل؟ الحين قاعد يقول هو بعد، يقول انتبهوا ترى هذه المسألة خطيرة. يقول ولذلك يقول وسوف يعود ممسكا بجناح ملكين ينزلانه إلى الأسفل ليقابل جيش المهدي المحتشد في الشرق. هالجيش المحتشد في الشرق بيجي، بينزل هذا النبي عيسى عشان يقابل المهدي ويقابل جيشه ويساندهم ويساند المهدي. شوف هذا كلام الغرب،
يقول ليقابل جيش المهدي المحتشد في الشرق الجيش ذو الراية السوداء. الجيش ذو الراية السوداء، المسيح عندما يعود سوف يتضرع إلى المهدي الذي هو أعظم منه. المسيح سوف يتضرع إلى المهدي الذي هو أعظم منه ويصفه بمولاه. يعني المسيح يقول للإمام الحجة مولاي. ولذلك احنا عدنا أن المسيح إذا وصل ويروح إلى المسجد الأقصى والإمام الحجة موجود في المسجد الأقصى، وبعدين النبي عيسى يشوف الإمام الحجة يعني تأدبا يقول له عساس يتقدم إلى الصلاة، يقول لا سيدي ومولاي الصلاة لك. فعلا يقول له سيدي ومولاي الإمام الحجة، يقول النبي عيسى يقول للإمام الحجة سيدي ومولاي الصلاة لك وليست لي، وهذا زمانك الذي أمر الله أن تكون أنت القائم فيه وأنت القائد فيه، زمانك أنت يعني. فإذا المسألة واضحة يعني كمثل ما يعرفون هالتفاصيل. بعدين يأذن، تصوروا شلون يأذن النبي عيسى وبعدين يصلي الإمام الحجة. يأذن النبي عيسى يعني وكونه شنو؟ كونه مسلم خلاص، يأذن يعني فعلا مسلم. فإذا يؤذن النبي عيسى وبعد ذلك يصلي الإمام الحجة بالمسلمين في المسجد الأقصى. فإذا هذا موجود سوف يحج، وبعدين يقول يتضرع المهدي الذي هو أعظم منه ويصفه بمولاه، سوف يحج النبي عيسى، يقصد سوف يحج إلى مكة، سوف يعبد الله على شريعتهم يعني على الإسلام، يقود كل المسيحيين هني، يقود يعني النبي عيسى له دور ترى في دولة الإمام، دور كبير، وهذا له دور كبير في إسلام كثير من المسيحيين والغرب ودخولهم الإسلام ببركة النبي عيسى. هذا الهدف الأسمى من نزول النبي عيسى، أن لهم دور، له دور كبير في دخول كثير من الناس في دخولهم في دين الله أفواجا. ولذلك عالم سبيط النيلي وهو رأيه مرجح طبعا يقول إن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هي مو تفسيرها في أيام الرسول، لا لا، هي تفسيرها في دولة الإمام الحجة. شوف العالم من كل الأجناس من الغرب وغير الغرب يدخلون في دين الله أفواجا، مو من بركة ذلك، تأثير النبي عيسى على المسيحيين ودخولهم في دين الله أفواجا، هذه من ضمن التأثيرات. فيقول وبعد كل المسيحيين الذين سوف يحج إلى مكة، يقود كل المسيحيين الذين سوف يتبعونه لينكروا عقيدتهم في المسيح الأولي، مسيح الدجال اللي يعتبرون يعني مسلمين عندهم مسيح الدجال، يقول فينكروا عقيدتهم في المسيح اللي كانوا يعتقدونها ويقبلون المسيح الحقيقي. من هو المسيح الحقيقي؟ هل نزل ولا ما صلب؟ هذا المسيح الحقيقي. فإذا بيقبلون بهذا المسيح الحقيقي، إن يقبلون بكل ما يقوله ويقول لهم دخلوا في الإسلام، وهذا المفروض عليكم الآن كلكم تدخلون في الإسلام وتتركون دين المسيحية، وش يسوونهم؟ عليهم ينفذون فيدخلون في الإسلام. شوفوا الهدف الأسمى من مساندة النبي عيسى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا عاد يقول شنو؟ عاد سوف يصنع التشريعات الإسلامية العالمية. حتى بعد النبي عيسى بيصير له دور في صناعة التشريعات الإسلامية العالمية، وسوف سيصبح النبي عيسى يقصد أعظم مبشر للدين الإسلامي. يعني النبي عيسى هو أعظم مبشر للدين الإسلامي. المسلمون في كل العالم سوف يقرون، اللي هو المسيحيون قد سفروا، المسيحيون في كل العالم في ذيك الفترة سوف يقرون أنهم مخطئين وأن الإنجيل على خطأ، هذا كل كلامه، وأن الإنجيل على خطأ وأن العهد الجديد على خطأ. زين، يعود بنفسه النبي عيسى، ويعود النبي عيسى بنفسه النبي عيسى ليثبت مدى ما كنا عليه من خطأ وسذاجة. يقول يطلع يرجع النبي عيسى ويبين لنا أن احنا ترى اللي سويناه كله غلط، وإحنا مخطئين في كل تصرفاتنا، والإنجيل هذا المحرف مو صحيح، وأن أيضا الأسفار الموجودة مو صحيحة، واللي موجود عندنا ترى نحن نتبعه كله مو صحيح، وقضية الصليب مو صحيحة. ولذلك يقول سوف يصحح كل تفسيراتنا الخاطئة. من هو اللي بيصححها؟ النبي عيسى بيصحح لهم كل تفسيراتهم الخاطئة. إذن علينا أخواني أن نكون ملتزمين، شوف هذا الغرب شدي، بعلاقتنا القوية مع الإمام الحجة، ونثبت هذه العلاقة مع الإمام الحجة على أشد درجة، بأن نكون ورعين
وأن نكون على قدر الإمكان مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق حتى يرضى الإمام عنا ونكون مهيئين. طبعا ما يمدان الوقت أن نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بعلامات الظهور حتى كيف نعرف أن هذا هو الإمام الحجة، لكن نرجو أن تكون في وقت آخر، وأكتفي لأن وقتي أنا انتهى والوقت المحدد لي انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.